شفيعة المظلومين. طبعا ما فيش حد ما دخلش في تجربة ظلم، كل انسان اتظلم، لكن في انسان الظلم في حياته مرر دنيته كلها. كان في راجل كبير لما اتجوز ربنا رضاه بنت، وبعدها بفترة مرض وماتت، رب هو البنت، وجي في يوم قال لها لازم تتجوزها علشان انا هروح الدير اطرابن. قالت له انا مش هتجوز، انا هروح معاك الدير. زمان القضير بتاع الرهبان ما كانوش بيقبلوا اي بنت تخش الدير. راحت قصت شعرها ومشت وسمت نفسها، كان اسمها مارينا، سمت نفسها مارين على اساس انها ولد، ودخلت الدير وترهبنت هي وابوها وعاشوا حياة النسك. ابوها قبل ما يموت جاب رئيس الدير ووصاها ان يخلي باله من مارين ابنه، ومات ورئيس الدير خلى باله من مارين. وفي يوم 3 رهبان نازلين للعالم علشان يجيبوا اكل للرهبان، وخدوا معاهم مارين، سابوه في فندق. في نفس الفندق كان في بنت كان شكلها حلو، وكان في ضابط في الديش كان برضه في الفندق، عمل معاها الخطية ومشي. البنت ابوها عرف ان هي حامل، قال لها مين اللي عمل معاك الخطية؟ قالت له الراهب مارين. الراهب مارين كان رجع الدير، ابوها رجع طبعا قاعد يشتم في رئيس الدير، وقال له طبعا الراهب مارين هو اللي عمل الخطية مع بنتي، وقعد يشتمهم ومشي. رئيس الدير جاب الراهب مارين وقعد يزعق فيه وطردوا بره الدير. وبعد فترة الراجل بنت ولدت، راح خد ابنها ورماه في الدير وقال لهم يلا اربوا العار بتاعكم. الراهب مارين خد الطفل الصغير وقعد يدور على الناس اللي بترعى الغنم ويجيب لبن ويأكل الطفل، وقعد فترة كبيرة لحد ما ابنه كبر بره في الصحراء. الرهبان راحوا قعدوا يحايلوا في رئيس الدير ان لازم يرجع الراهب مارين الدير تاني. وافق سيدنا ان الراهب مارين يرجع هو وابنه، رجع وعطاه نظام نسك جديد لازم يمشي عليه. وبعد فترة اتنيح الراهب مارين وراح رئيس الدير علشان يغسلوه ويكفنوه، ولسه بيحوش اللبس بتاعه اتفاجئوا ان الراهب مارين بنت مش ولد. ساعتها قعدوا يبكوا وندموا على ان هم ظلموه ان هو كان ولد وهي بنت. في نفس الوقت كانت البنت اللي عملت الخطية مش قادرة تتكلم بسبب ان هي ظلمت الراهب مارين. لما راحوا يشوفوا الراهب مارين لقى بخور طلع من جسده. ساعتها ابو البنت قعد يتأسف، بس يا خسارة، الاسف بعد الظلم بيكون صعب، الكسرة بعد الظلم بتكون صعب. ما ينفعش تكسر قلب حد وتظلمه وتيجي تطبطب عليه، الطبطبة ما تنفعش بعد الظلم. بركة شفاعة الراهب مارين أو القديسة مارينا تكون معاكم وتفرح لكم.